السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير خوتي وخواتاتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله باذن الله. اليوم جبت لكم حرشه مالحه معمره، ان شاء الله غادي نعمروها بالطون والزيتون والفرماج، وغادي ندير معها حتى شويه ديال البصله مشلضه كتجي زوينه. نبداو على بركه الله، نرملوا السميده هو الاول. عندنا المقادير، هيا فاطمه هي اللي غتعجنها لكم اليوم. فاطمه صديقتي الحلوه قولي اليوم السميدة. عندنا السميده هنا بالعبار، درت زلافه ديال السميده، الفرص، كاس ديال الفرص مليحه حسب الذوق، خميره ديال الحلوه. هضري باش يسمعوك، كنتي كتهضري في شونك. خميره عاديه، خميره معجونه البنات، عاديه خميره ديال الحلوه بيكون باودر. هذه العجينه ديال الحرشه ان شاء الله المالحه ديال المقله. هنايا عندي الزيتون غادي نقطعو طريفات صغار، وعندي علبه ديال الطون ديال الزيت غنصفيها من الزيت ديالها، وعندي ثلاثه القطع ديال الفرماج متلت، وعندي بصيله صغيره غادي نشلضها رقيقه. دابا درت السميده، ها هي دابا فاطمه معكم غادي تصايب السميده، غادي ترملها بزويته بلديه البنات. اللي ما عندوش زيت بلديه راه يدير زيت الروميه عادي ماشي مشكل. هنا غادي دير المليحه، ديري الملحه حسب الطوقه فاطمه، عندك تملحي لينا بزاف اصاحبتي. وهنايا خميره ديال الحلوه، خميره بيكون باودر، هي غادي تجمع سميتو، وانا غادي نمشي نجيب واحد البصيله نشلضها، انا غادي تبكيني البصله. يلا نخليكم مع فاطمه على ما نجيبو البصله. دابا درت الملحه، جمعي معاهم فاطمه جمعي. دابا درت الملحه وغندي الخميره، نخلص كلشي مجموع ياك الشفه ديالنا. هنا غادي نشلط البصيله كما كتشوفوا على هذا الشكل، كتحرق هاد شوي صراحه، جات غزاله البارح، صيبناها البارحه البنات، كنا في واحد الخرجه كنت غندير لكم فيديو ولكن ما كتبش، ما ساليناش الحق، تقلقسنا الجماعه والضحك، صافي ما بقيناش قادين لا فيديو لا والو. درنا غديوه زوينه ودرنا، ولكن كنوعدكم ان شاء الله هاد المره غنمشي ندير لكم تما واحد الطفيره ديال بتاز تكون ان شاء الله زوينه. ديري الزيت، ديري الزيت تقريبا هنا غنزيدو الزيت، حيد يدك فاطمه الزيت، تطرمل لينا تتلبس لينا ديك السميده، تكون الزويته شويه كثيره باش تطرمل لينا ديك الزويته، تلبس لينا ديك السميده وتجينا مزيان. هنا غنقطع انا الزيتون ديالي باش تجيني الحشوه كثيره. ها انتما كما كتشوفوا شلطت البصيله، وغادي نزيد نقطع عليها الزيتون ان شاء الله على هذا الشكل، ونحل داك الطون نصفيوه، ضروري يا البنات تصفيوه من الزيت عاد باش كديروه. دوك الفرماجات كيتقطعوا، اللي عنده فرماج حمراء البنات، انا ما متوفرش عندي اليوم، جبت غير هذوك المثلثات، اللي عنده فرماج احمر راه كيقطعوا كرويات صغار وكيتلاح حتى هو معاه ولا يتحك. صافي كنبقى هكذا، وري لهم فاطمه قربي لهم السميده تشوفوها كيفاش ملي تلبست، قربيها لحدا الكاميرا باش تبان لهم، شفتوها تلبست. دابا غنخليو السميده على جنب، كحزيها عليها وخليها حتى نقادو الحشوه، عاد غادي نعجنو السميده غير بالماء. يعني الزيت البنات على عينكم ميزانكم، على حسب نص كاس بحال هكذاك، على حسب السميده اللي نتوما درتو كترمل. صافي وكنكحزوها على جنب، صافي غسلي يديك فاطمه دابا منها على ما نوجد انا الحشوه كما كتشوفوا، راه الفيديو ما وقفت فيه والو البنات. صافي باش تشوفوا كل شيء ان شاء الله باذن الله. هنا بعد ما قطعت الزيتون ديالي والبصيله، ها انتم الزيت حيدتو ديال الطون، غادي نحيد الطون ديالي على هذا الشكل نسوسو، ايوا، ونقطع الفرماج هكذا شوائي هكذا هكذا، وصافي كنخلطو ديك الحشوه، كتجي البنات لذيذه وزوينه بزاف. فاطمه تقول لكم راه كلاتها البارح عجبتها وجات عندي اليوم، قالت لي والو عاودي لي هذيك الحشوه ديال البارح. صافي ايوا نقدها هكذا. صافي هنا غادي نعجن دابا العجينه، هذيك السميده اللي طرملات غادي نزيدوها غير شويه. هانتوما هي الحشوه، انا كنعمرها بها البنات، ما كنعجنش كلشي،
كاين اللي كيعجن كلشي، انا لا كنعمرها، وملي كتاكلي كتلقاي ديك داك الطون وداك الفرماج وداك الزيتون، يا سلام كيعطي واحد لوكو زوين. صافي غادي نعجن دابا معكم الحرشه. هنا البنات كنجمعوها بالماء غير القياس ديال الماء وما نعجنوش. صافي هانتوما معايا خير خوض هكذا، ما تعجنوهاش ما تدلكوهاش دغيا دغيا بالزربه، داك الداخل يتخوض. صافي وكان نجمعوها تكون جاريه واحد الشوي، صافي كتشد فراسها وكنبداو نجمعوا، راه ما كندلكو ما والو، كنجمعوها غير باطراف الاصابع. جبدي القاعه فاطمه ديالها، رانا اش باقي تسناي هكذا صافي، وغادي تبقى هكذاك جاريه شويه دغيا دغيا كتشد فراسها. هنا ها نتوما شفتوا كيف كتجي، راه كتجي بحال جاريه، هي ما جارياش، راه ما عجنتها ما والو. ها نتوما يعني فاطمه هي خلطاتها دخلت فيها داك الماء، صافي وغادي نخليها واحد شويه على ما تشرب، وغادي نعمر بها الحشوه. غنديرها في واحد، اللي عنده الغطا ديال النوتيلا يدير الغطا ديال النوتيلا، اللي ما عندوش الغطا ديال النوتيلا يدير واحد هذا واحد المول ولا واحد الراكيطه كنخدموا بها حتى الحلوه ديال اللوز كتجي زوينه. هنا انا رديت المقله ديالي تسخن ليا، والحرشه ديالي راها شربات، غادي نبدا نعمر فيها دابا على ما تسخن ليا المقله ديالي ونبدا نطيب. هنا كان صافي هو خلطته. هنا البنات راه نسيت واحد القريصه ديال السكر، نسيناها في الحقيقه حتى الاخر عاد باش نزدها. ها نتوما ها الحرشه ديالي كنحاول نديرها هكذا، حط فيها معلقه ديال الحشوه ونحاول نلبسها ليها على هذا الشكل. صافي كنقلبها في السميده هكذا، كناخذ هذه الراكيطه هذه، اللي ما عندوش هذه الراكيطه يدير النقطه ديال النوتيلا، النقطه ديال النوتيلا البنات راه كيجي زوين. ها نتوما صافي كنحاول نقرصها فيها، وغادي نمشي نحطها ديريكت في المقله، واللي بغى حتى يقرصهم كلهم يخليهم حتى يقرصهم كلهم، انا كندير ديريكت وكنمشي كنسوسها في المقله ديريكت. صافي نعاود معكم وحده اخرى، فكنحاول نديرها في السميده على هذا الشكل، كنتمنى يكون واضح. كناخذ شويه ديال الحشوه ديال الزيتون والطون والبصله، كنحاول نلف عليها هذيك الكويره هكا، ثم بالعاني حطيتها لكم في التفصيل باش تبان لكم. صافي كنقلبها هكذا في السميده، كنحاول نقرصها في هاد الراكيطه او المول، كندهنها بواحد شويه السميده. صافي كنمشي نسوسها في المقله ديريكت. هنا الحريشات ديالي كنديرهم يطيبهم جميع الجوانب، كيما ترميوهم كيتقلبوهم باش يجيوكم محمرين بحال هكذا وزوينين. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هنا كملت الحريشات ديالي، شوفوا كيفاش جاوكم مليونين، واحد اللون غزال مذهب. انا القسم معكم وحيده، وتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، شفتوها كي تجي محمره ومذهبه، ما محروقينش ولكن في طيبين من الداخل ومع على برا، كتكون العافيه ما مجهداش وما مهيلاش، يعني متوسطه. شوفوا كيفاش كيجي داك الزيتون والفرماج والطون كيبان فيها رائع. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا لكم بزاف بزاف. ما تنساونيش بالدعاء الزوين ديالكم، الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.